بلش ريكورد. يعطيكم العافيه حبايبي، اليوم بدنا نعمل مراجعه للمشاركات التحدي ال11 من تحدي 30 صوره، الا وهو انك تصور ابره وخيط بستايل الفيوتشرزم. نبدا باول صوره من ضحى فوتو، جميل جدا. هلا انا ذكرت بالفيديو الماضي استخدام البي من سكامبر اللي هي put in another use، تستخدم الأشياء بغير استخدامها الاعتيادي. هلا هون هاي مش P، هاي ممكن نحكي عنها substitute الأولى الS. احنا عملنا استبدال للمعكرونة بخيوط عادية، جميل. لكن لو خلينا إبرة ثانية هون بتكمل، جميلة بسيطة. هلا الألوان فاقعة جدا، ممكن لو ضفنا ليزر. احنا لا ننسى الستايل كمان، الفيوتشرزم المستقبل يا حبايبي. هون أوف اوكي، في صورة تحتيها، بس ثواني خليني الغيهم. تمام، هذا ستايل لوحة فنية صار. اوكي، وين الخيط؟ حاطه جوا. اوكي تمام، انها محلول. طيب ايش الخيوط هاي؟ انا مش فاهم ايش معناهم اللي هون. اوكي غريب، ما في اسم لهذا الشخص. اوكي تمام، بس غريب شو. اوف اوف، شوف هلا الفيوتشرزم حلو هيك، الجلو الاشعاع جميل جدا. تيبل لا. اوكي خيوط مع هاي الابره البكره، تمام ابو طبنجه، جميل. مع الكهرباء هون، اللون الاصفر والاحمر الفاقع جدا، والاضاءات والالوان، حتى الفونت كمان مبين هيك كأنه من المستقبل. جميلة هاي يا أسامة، ممتاز جدا، الألوان فاقعة جدا. ما فهمت شو استخدام البكرة أو الماسورة الخياطة فوق السيارة، لكن فهمت إنه هون الإبر على شكل سور مع الخيط. جميل، ما عندي أي تعليق، ممتاز جدا. هون رنيم النتشي، رنيم أوكي. هاي الخيوط مبينة زي كأنه معكرونة وكذا، تمام. سباجيتي الاقتصاص، اوكي بلشت تاخذ الملاحظات. والالوان الليزر هاي، هلا اللي هون الالوان حاسها مش اضاءه قد ما هي كرتون اسود مضوي عليه، صح؟ لكن جميل الالوان هيك غريبه. نقدر نزيد الاشباع شوي تقريبا زي هيك، يعني هاي عكس الفينتج، بدنا نخلي الالوان جدا مشبعه. تمام، احنا بنحكي عن تكوين. هاي في عندنا هون كتله، وفي خط طالع من هون من هون. لو كان طالع لهاي الجهة أكثر شوي أحسن. زي ما حكيت من ناحية التكوين، حاولوا تبسطوا الأشياء لعناصرها الرئيسية مشان تقدروا توزعوا العناصر أسهل. Try new proceed processed meat balls from fluorescence bacteria. مش عارف شو يعني. اول اشي الصورة بدكم تنتبهوا كمان، هذا خطأ استخدامه بصوت الدراجة اللي على اليمين. انا هلا انتبهت، فكرتوا عناصر من الصورة حبايبي. طب ما احنا هناك وحاولوا تصوروا الصورة، خلص المفروض تصيروا متعودين ان الصورة تطلع 4x5، يعني زي الصور البقية. هاي الجنب ما له داعي، خليني احذفه من هون. طيب الابرة مع الطابة، جرب اللحم، كرات اللحم المعالجة من بكتيريا الفلوريسن. عين الطعام، اوكي اوكي اوكي، جميل جدا. تمام، من المستقبل. هون جميل، بس الفونت لاحظوا واجهت صعوبة كثير كبيرة بقراءته، لانه مش واضح الخطوط النحيف اللي فيها، يعني مختفية. تمام، فغلبني صراحة. Try our new processed meatballs. جميل، يسلم يديك، ما عندي تعليق ثاني. هون اوكي، هلا يا هلا. إبرة، اوه ساعة. اوكي انا اصلا صفنت انه ساعة، وين الإبرة والخيط؟ اوكي بسيط، جميل. الساعة الكونية ممكن نحكي. إبرة، طيب لو جبت إبرة أصغر وأعرض مختلفة تكون هيك تكمل.
وال جد وسع، جميل جميل بسيطة، مع انه جدا جدا خفيفة، يدوب خط يعني. المعظم بعث لي على انستغرام يلي مش قادر اصوره كثير صغار، ما هذا الهدف منه، تصور اشي كثير صغير. جميل جميل، هون احنا بنتعامل مع خط بعناصر التكوير، التكوين الابرة ما لها عرض بس خط. طب ليش يلي بدك اياني نصور خط؟ الله بعلم، ابصر شو اللي جاي. مين هون؟ اه في اسم تحت، هدى عبد، تمام. هون المربعات شكلها جميل، غريب اللوحة هاي، ستايل الرسم تقريبا. الإبرة هون، الإبر هون، تمام. بس شو استخدامها ما فهمت، انه اه ايدين من المستقبل عم شو عم تعمل طابق صوف، يعني عم بتجرب تعمل كنزة مثلا، تمام. توزيع العناصر هيك بتحس لوحات، لوحة قديمة، فيوتشرزم، لوحات الفيوتشرزم. جميل، ما عندي تعليق. توزيع العناصر تمام. هون هون هلا حاولوا، بما انه دخلنا بموضوع الالوان، في عنا هون خطوط ارشاد، هون مربعات عم تنتقل للنص، عنصر من هون. حاولوا تستخدموا الوان، نظرية الالوان. طيب نظرية الالوان شو بتحكي لك؟ اذا انت عندك اكثر من لون بالمشهد، اوكي، زي الصورة اللي شفناها قبل شوي، مثلا هاي عندك لونين ومحتار انت شو تختار الوان، او بدك تحط الوان بتلبق على بعض، النظرية بتحكي لك كلات. اذا عندك لونين، هاي واحدة من بنود النظرية، اذا عندك لونين وانت محتار فيهم، شوف اللون الاول اللي انت بدك اياه، اختار اي لون. مثلا بدنا نصور بالمشهد او الصورة ويكون لون بنفسجي فيه، فاذا بدك تضيف لون ثاني على المشهد، حاول تضيف اللون المقابل له على عجلة الالوان، اللي هو مثلا هون اللون الاخضر، تمام. مع انه هاي عجلة الالوان اتأكد، اه صحيح. فهاي هي النظرية بتحكي لك، انت ما تطبقها بالحرف عادي، هاي قاعدة ممكن انت تجربها زي قواعد التكوين. فمثلا انت زي ابو طبنجة هون، الصورة عنده استخدم اللون الاحمر والاصفر، هاي لها دلالات بس هاي مش على الكالر ثيوري. على الكالر ثيوري خلينا نشوف في حدا مطبق هون الكالر ثيوري على اشي. والله شفتهم بالفيديوهات الماضية، هون ممكن نحكي هاي الكالر ثيوري، يعني هون مطبقين اللون الازرق مع هاي، خليني اشغل عجلة الالوان، مطبقين الازرق مع الاصفر، او الاصفر هاي من هون وقباله الازرق. فهاي اذا عندك لونين حلو انك تستخدمهم مع بعض، تمام. هاي على الكالر ثيوري، مشان هيك بتحس الوانها متناغمة، هاي هي فكرتها. بس هيك حبيت احكي عن الموضوع، ممكن اشرح عنه بالتفصيل بعدين فيديو لاحق ان شاء الله. مجهز لكم مجموعة فيديوهات بعد رمضان ان شاء الله، تحفة راح تكون حبايب، جهزوا حالكم لهم. ننتقل للصورة اللي بعدها. فهاي طيب يلي عندي اكثر من ثلاث الوان، لان هون عندي بالمشهد في لونين طاغيات، اللي هو الازرق والزهري. حاولي انه تخلي الايد مختلفة عن الخلفية اللي وراها بمثلا اللون الازرق او باللون المكمل. اذا عندك ثلاث الوان في كمان لها نظرية تكون على اساس ثلاث عناصر على دائرة الالوان. نشوف اللي هون، هاي كالور ثيوري لسه بحكي، ها لسه بحكي ياسمين، اللي هو اللون الازرق مع اللون الاصفر. بس صوركم بكسل يا حبايبي كثير، ايش عم بيصير؟ التطبيق اللي عم تستخدموه للتصميم حبايبي بخرب الصورة. هاي نوتة موسيقية كأنه، وفعلا جاي من المستقبل، ليزر مع نوتة موسيقية، خيط وإبرة. جميل جميل بسيطة، اوكي. عنصر هون، عنصر هون، هون. جميل بسيطة، وهذا بالنص اهم شيء، تمام. هلا بدنا هذول لهم وزن الخطوط، جميل ممتاز ممتاز. هون راوية كتبت اسمها بالإبرة والخيط، وين الإبرة؟ اوكي خيط، بس كتبت اسم ما في مشكلة، تمام. مع الليزرز اللي ورا، مع الخطوط اللي ورا، اوكي. وكملت عليها، طب كان كملتي الكلمة بالحرف، ايه سوري قال كلمة بالحرف، الكلمة بالخيط، كان كملتيها بالخيط يا راوية. جميل هيك ستايل غريب، بس ابرة وخيط بس، هاي ما فيها جهد ولا فكرة ولا، حرام حبايبي، ولا فيوتشرزم. بدنا نتعب اكثر على الافكار حبايبي، كنت جهزوا حالكم.
روز فوتو جميل جدا. الخيط زينة لقبار الزريعة مع الدبابيس. الألوان الفاقعة جدا الخلفية مع الإضاءة والألوان. هل هذا لأنه النبتة لون أخضر؟ يفضل لو خلفيته مثلا كانت لون أحمر مثلا حسب الكلر ثيري نظرية الألوان. نشوف اللي بعدها. المشاركات أقل اليوم، في ناس بلشت تنسحب. No entry without scanning. إيش يعني لا دخول من غير مسح؟ أوكي، هل هو مبين إيش من المستقبل؟ إسلام قواسمي. إيش يعني هاي No entry without scanning؟ ما فهمت. لون أزرق والأحمر هيك ليزر والبكرة، مش عارف صراحة. لا دخول من غير مسح، ما وصلتني الفكرة كثير. خلي اسمك من التصميم بس مش أحمر، خليه اللون الأزرق بزبط، خليه يعمل بوب زيه زي اللي هون عادي هون. يعني إحنا الفكرة يبين اسمك لكن ما يخرب الرسمة، هاي القاعدة نحكي. أوكي، يكون جميل لكن ما يخرب الرسمة. اللوحة معتبرها لوحة، حلو بس توزيع العناصر مش صح. اوكي، هاي مع كورونا وهي ابرتين مبينين هيك زي انك التشوبستكس. جميل جدا بس توزيع العناصر حبايبي مش متوازن هون. يعني هي عندنا دائره اول اشي خلفيه بيضه، خلينا نضيفها نبسط العناصر على السريع. تمام، بعدين عندنا دائره بيضه جواتها اشي احمر هيك صغير، دائرة حمراء مثلا، دائرة سوداء جواتها اشي برتقالي هي هيك. هلا الحواف البيضة تاعت التليفون ما بتنحسب صراحة، فأنا بهمني الأسود اللي هون. تمام، هات نوزع العناصر بشكل مختلف. دائرة سوداء جواتها أبيض، هاي دائرة بيضة جواتها أسود، وعندنا دائرة بيضة هون جواتها أصفر. هلا أنت المطلوب منك توزعهم بشكل متساوي، يعني زي هيك. خلينا نشوف هاي. هلا وين عنصر التركيز؟ استنى شوي، خلينا نبلش بالعنصر الرئيسي اللي هو راح يكون الخطين هذول مع الصحن، هذول هم العنصر الرئيسي خصوصا هاي بتصوير الطعام. خلينا هيك ناخذ درس بتصوير الطعام. اوكي، فاول شيء العنصر الرئيسي اللي عندنا بالمشهد يكون اكبر واحد، هو اللي بده يعبي الصوره زي هيك، هذا بده يكون اكبر شيء. تمام، هاي راح تحبوها كلكم، راح تحبوا الاشي اللي راح يصير هسه انا متاكد. بحب اشرح للطلاب بهاي الطريقه. بعدين عندنا التليفون المستطيل شكله غريب، خليه مايل ما عندي مشكله. هاي زينه ما عندي مشكله لو نزاح لتحت هون. بعدين في عندنا هاي الدوائر زي هيك، خلينا نعملهم ثلاث زي هيك، وهاي هون تمام لفوق عادي لو كبرناها بما انه صحن زينة، بس خليني اقصه زي هيك. تمام، بعدين الصحن الابيض لو غمقناه احسن مشان يبين ان الصحن يختلف شوي عن الخلفية، فمثلا لو غمقناه بدنا نسحب الهايلايتس ايوه زي هيك مثلا. وبصفي اخر ايش عندنا التشوبستكس اللي هي العصي الاكل. تمام، فكان لونهم أسود تقريبا عبارة عن خطين. تمام زي هيك، هاي واحد وهي الثاني زي هيك. تمام، شايفين كيف تحولت الصورة؟ هذا المثال جميل جدا على فكرة، كثير راح أشرح فيه للطلاب. بس لما بسطت العناصر هي قبل وهي بعد. تمام، وأقول لكم بقدر أعملها بالفوتوشوب، بفصلهم كلهم العناصر. ليش وجعت راسي؟ تمام، هاي فصلت العناصر عن الخلفية، بس خلينا أعطيها هون أرضية. تمام، فشو عملت؟ هاي بدي أرجع للرسم اللي أنا رسمته قبل شوي، بدي أخفف الأوباسيتي وأرجع أعيد ترتيب العناصر حسب الإشي اللي حكيته قبل شوي. فأول إشي بدي أكبر الصحن، هاي بدي أخليه أكبر إشي بالصورة. تمام، بعدين في عنا هذا العنصر اللي بعده، هذا الصحن الأبيض بس بدنا ننزله شوي لتحت. العنصر اللي بعده هاي خلينا نجيبه لهون. العنصر اللي بعده تليفون نزيحه لهاي الجهة. اوكي، شايفين كيف عم تتكون معي الرسمة؟ نجيب هذا العنصر هون، بعدين هذا العنصر الأخير نزيحه بالزاوية ونكبره شوي. طيب يلي هذا كيف نقدر نكبره على الكاميرا؟ عادي حبيبي ما تعقد حالك، انت ممكن تعمل زوم
او انه تبينه بهذا الشكل. بعدين عندنا العصي هاي هون زيك. فشوف الرسمة هاي، خلينا ألغي هاي. فهي الصورة، والله هاي تجربة كثير حلوة، أتوقع الكل راح يستفيد منها. فهاي قبل وهاي بعد، تمام. الصحن حكينا كمان لو كان أغمق بيكون أحسن، لكن شفتوا كيف رجعنا عدنا ترتيب العناصر بحيث الصحن هو العنصر الرئيسي والباقي الزين اللي حواليه. طبعا الموضوع لسه باخذ وقت أكثر بكثير من هيك، يعني إحنا لما نيجي نصور أكل لسه أنا بالنسبة لي هلا انتبهت في شوية فراغات مش عاجبتني، بدها محاولات أكثر عبين ما نوصل للصورة المثالية اللي نسلمها للزبون. بس حاولوا تفكروا بهاي الطريقة والتوزيع، هذا هو التكوين، هذا هو علم الكومبوزيشن، التكوين الصورة. لكن شكرا على هذا المثال، عجبني، أتوقع كلكم استفدتوا من هذا الشرح. التفكير في مستقبلك مبكرا يجعل حياتك أكثر قيمة. طيب هاي بكرة خيط أبيض هون وبكرة خيط أسود، أوكي. صهيب عبد ربه، أوكي، مستخدم حبل LED، جميل. شو هاي الواح شمسية كأنه؟ والله الواح شمسية، تمام. بس أول شيء لو بدك تكتب كلمات حبيبي الفونت ما يكونش لونه أصفر زي الخلفية، هلا خليه حلو من هذا اللون الأصفر، بس هو ضايع شوي مع النار اللي هون. فحاول قبل التصوير حبايبي تفكروا كيف أنا بدي أضيف كلمات على الصورة، وين بدي أضيفها، بدي أجهز لها زاوية، بدنا نتخيلها وإحنا بنصور إنه في زاوية لهذا الإشي. وغير هيك البكر اللي هون السودة مختفية، ومش عارف وين الإبرة صراحة، هون هاي الإبرة، جميل. بس الفكرة ما وصلتني كثير، يجعل حياتك أكثر قيمة. لسه ما أقول أبيض أسود، مش عارف صراحة ما وصلتني 100%. طيب نشوف اللي بعدها إيش. سايبر سو، أوكي، ماجد درويش، جميل. أنا مستخدم الكالر ثيوري، مش كثير اللون الأصفر مع الأزرق عادة، بس حلو اللونين هذول بيدلوا على المستقبل، اللون البنفسجي بيعطي دلالة على المستقبل. جميل جدا الجلو، اللمعة على الكلمات، مصور الخيوط مع الإبرة، جميل، تمام، جميلة صورة، جميلة. بس الأفكار، بدنا نبلش بأفكار، إنه هاي شو فكرتها، إنه سايبر سيو يمكن عم بحاول يخيط الفضاء، مش عارف. طيب هون بلشت الناس كثير تركز على البنفسجي والبرتقالي، البنفسجي والزهري، مش ناويين نرتبط. جميل جميل، اوكي، معطيهم جلو في هذا الستايل الياباني، جميل. شايف كيف تارك فراغ منيح للابيض بالصوره للتكست، جميل جدا. بس بالياباني علامه الاستفهام هون، ما بعرف شكلها غريب هاي الجهه. نشوف اللي هون، اوف، بلال بيكسل، جميل. خريطة العالم، ايش عم بحاول يخيط القارات في بعض، ما فهمتش انه موصل من هون لهون، اوكي، مع الابرة هيك شكلها بوستر، جميل، غريب بس جميل. ننسج العقول لتحاكي المستقبل، ننسج، اوكي، من هون جاب الكلمة. افتح لعوشك، هيو عندي عم بصور. ننسج العقول لتحاكي المستقبل، والله صراحة تصميم جميل. سامي، ما بتذكر في عنا مشارك اسمه سامي بالصور اللي قبل، يمكن صح سامي، اوكي اوكي. لا لانه شوي انا فاصل مخي بالتحليل عن الاكاونتات اللي بتحكي معي، اوكي، جميل جدا. ننسج العقول من نفس اللون الازرق، جميل، دلالة على المستقبل فعلا، الصورة فيوتشرستيك، جميل جدا. وابر الخيط، ننسج العقول، جميل. اوكي الخيوط، جميل. هاي مش ابرة، هاي سنارة اكيد، مش مبين انها ابرة، ما في مشكلة، بس ما عرفت شو السبب هون، شو الفكرة. صورة جميلة، الظلال بالفيوتشرزم مش كثير منركز على الظلال عكس الفينتج، فهاي لو كانت مضوية، لو كان في اضاءة من ورا ليزرز او اشي زي هيك تطلع افضل. وغير هيك الصورة مايلة، هاي مايلة شوي لهون، بدنا اياها خط مستقيم. طيب
نشوف اللي بعدها. حبايبي ليش ما بتصبروا بالطول؟ احمد حبيبي صبر زي البقية بالطول يا قلبي، انت الوحيد. شوف انت صورتك الوحيدة اللي بالعرض، حاولوا تصبروا بالطول. مفتاح، حتى لو نكسر مفتاحك ونخيط لك. جميل، من المستقبل صح. احنا ما هون put in another use، هون البي رسمي انه احنا نستخدم الابره والخيط نخيط القماش، بس ما مش للحديد. بس جميل جميل الفكره، ومبين انه هيك من المستقبل. رهيب. جميل، اللي بعده. اوكي حلو، هاي زي العلم بين ابره وخيط، الالوان الاحمر الازرق جميل، بس بدنا الفكره حبايبي. قلت لكم استخدموا طريقة سكامبر حتى تطلع بفكرة مختلفة. A portal into the future، بوابة إلى المستقبل أو معبر، portal. جميل، الخيط هيك مبين بشكل غريب. جميل، حتى الخلفية اللون الألوان الفاقعة جدا والنجوم. A portal into the future، جميل. جمان جواهري، أيوة هيك خلي أسماكه بالزاوية. جميل، راقي، حلو، مختلف. هون ريد كاربت 2090، وين الإبرة؟ أوكي جميل، الإبر هون مع الخيوط، تمام، استخدمناهم كسور. جميل، نور زعيتر، جميل جدا، بس حاول تغير الفونت، من بعيد مبين الفونت كوميدي، هلا من قريب أظن إنه هو إشي جميل بس مبين كوميدي، وطلع كيف عم بضيفيه عم ببكسل على الصورة. غير البرنامج اللي بتستخدميه، بعرف إنه أنت جديد بلشت يا نور على هاي البرامج، بس غيريه. جميل، مع الفضاء ريد كاربت، حلو. مع الفكرة انه بالمستقبل دمج للمستقبل مع البي. اوكي، الحل الامثل باحدث التقنيات تطورت الابرة والخيط بحجم اكبر لانقاذ الناس وقت الازمات. اوكي جميل، هنا استخدمت الموديفاي التكبير مع البوت ان انذر يوز. هيا شوت، حلو، الاسم اللي تحت مع الاصفر من الخلفية، جميل، اللون الاصفر مع البنفسجيه، جميل. هلا هذا استنى شوي مشان الكلر ثيور لسات العجل الموجود. هلا مش الاصفر، في عندك الاصفر اللي بين الاصفر والبرتقالي، ليش ما بكتب هون؟ هي خلينا نشوف، يعني هاي طلعوا مش نفس الكلر ثيوري، طلعوا الاصفر هون بعيد كثير عن الزهري والبنفسجي، لكن الوانهم حلوه مع بعض، جميله، ممكن تستخدموها. مع انه بتذكر كانوا، يلا ذاكرتي خانتني، بتذكر انهم كانوا كومبلمنتري، كانوا يكملوا بعض، الاصفر الفاقع والازرق الغامق. هون ايش هاي ستايل لوحه محمود دياب؟ حبيبي انت ملخبط بين اللغز والتحدي، اللغز اشي بيختلف تماما عن التحدي حبيبي. لوحه رسمه، تمام. البكرة هون، الخيط مجموعة خيطان، بعمل فستان، ما فهمت صراحة، بين زي سفينة فضائية مع اللون، جميلة. هذا الخط الفاقع اللي جدا، الاسم كثير صغير حبايبي. بالنسبة للوجو تاعي لي أو اسمي قد يكون حجمه، الموضوع بسيط، اكتب اسمك بأي فونت بدك إياه، أوكي، حاول يكون مقروء، وكبره عقد عرض الصورة، تمام؟ كبروه هالقد، تمام؟ بعدين صغره بنسبة يعني خليه من 100% ل 25%، هاي بقدر أساعدك فيها، القاعدة أريح لك، هاي 25% هالقد، لا أقل من 25% ولا أكثر، هاي نسبة مريحة للعين، تمام؟ فالاسم اللي هون سرى العنامي، تمام يا سرى؟ غير هيك كتلة بصرية مبينة زي سفينة فضائية ومخيفة زي الفيلم Aliens، مش عارف، مبينة سفينة فضائية صراحة. إذا هذا هدفك فأنت نجحتي، رهيبة، مبين زي دعاية شركة اتصالات زي جيوسيل بجورجيا. أوكي، إبرة المستقبل، جميل التكوين، جميل التصاميم البسيطة، الكودز اللي هون، هاي الأوفرلاي، جميل، وإبرة مع، جميلة وبسيطة، بس الفكرة إنه إيش كم ممكن نستخدمها كإبرة وخيط، إنه إيش بتعمل. أوكي، ما بتسم نمري،
تبسم مثبت القمر اوكي تمام. فكرة رهيبة تخيل جد هنا put another use مع magnify مع تكبير. يعني تخيل لو كانت هاي الإبرة هي مرساي للقمر مثبتها أو إزميل مثبت القمر بهاي الأرض أو بالمنطقة هاي. جميل رهيب. بس التكوين حبيبي في عندك خط هون مع دائرة عندك مثلثات أصفر وبنفسجي. كيف عملت أنا بصورة الأكل هاي التوب فيو؟ حاول تتخيلها نفس الإشي وتوزع هاي العناصر تمام؟ لأنه بدنا نمحي كثير، بدنا نمحي هاي تقريبا من هون لهون سوري هذا كله بده قص، هذا كله زيادة وبدنا نقرب على عنصر التركيز هيك أحسن تمام؟ فهذا كله الباقي ما له داعي، هيك أحسن الصورة. لاحظ عبيناها باللي هون واللي هون تمام؟ اختلاف الآراء لا يفسد للود قضية. ندى الأخبار أوكي بس مقصوص كثير البكرات مقصوصة كثير. وحلو ترجع لعجلة الألوان نظرية الألوان وتشوفي في واحد من البنود اللي هو إذا بدك تستخدم أربع ألوان الموضوع بسيط اللي هو مقابل بعض على دائرة الألوان فمشان تستخدمهم سوري مشان تستخدمهم كلهم بنفس الصورة. لكن حلو أنه كل عم بكتب على نفس المكان كل الخيوط على نفس الإبرة تمام. بس إيش تعمل الإبرة هون استخدمناها إيش كحاجة سياسي مثلا عندنا كتلة صفرة هون وكتلة بصرية حمرة هون. النص لو غيرناه خليناه مثلا هات اللون أبيض يكون تقريبا بهاي المنطقة والإبرة هون تمام. بدنا نعيد ترتيبهم العناصر هون. وش حبايبي حرام حرام هاي الزوائد اللي على الجنب ما إلهم داعي والله ما إلهم داعي. حاولوا تصوروا الصورة قبل ما تلتقطوها تكون صح الزاوية تاعتها. هاي إبرة أوكي إبرة مع سيف والخيوط أوكي بس إيش الاستخدام إيش سلاح شرير يعني هي الإبرة أوكي راسيتها الخطوط ممكن بس شو استخدامه يعني هو سلاح بطل خارق مثلا الإبرة أو لو نملة لو حطيت نملة بالخلفية جندي إنه هاي سلاحه الإبرة مثلا أو حشرة يعني. سارة باسل عم تستخدم التقطير مع الإبرة والخيط أوكي والألوان الغريبة هاي حلو جميل مستقبلية. التقطير اللي هو في عنا جوا الصورة نفسها في إطار هيو هذه الدائرة وإحنا بنطلع جوا الإطار جميل بسيطة أوكي. الخيط الإبرة مش مبينة أنا هدفي من هذا التحدي تصور الإبرة إشي كثير صغير. إيش هاي مختلفة عن كل الدنيا يا رحاب. رحاب أنت ملخبطة بين التحدي واللغز ما راح أعقد كل المرات الجاية ما في مشكلة. اللغز اللي أنا بترك لكم إياه حبايبي بالفيديو صح في ناس لسه مش عارفة انه في احجيات انا بتركب الفيديو ما حد بكمل الفيديو للاخر. هذاك لغز بس حل اللغز اللي هو التحدي القادم اللي راح احكي لكم اياه اليوم بس فما له دخل بالستايل ولا اشي. وين الابرة والخيط هاي الابر هون والخيط يعني هاي لوحة رسم بس غريب غريبة جدا هاي. بتعرف هاي لو تروح على متحف الفن الحديث هيك بتبيعها باثنين مليار ما بعرفش اذا في لها معاني عميقة بس من هاي الستايلات اللي هو الفن الحديث شكلها غريب جميل. مين اللي منتحر هون غريب صراحة بس مش هذا الستايل الفيوتشرستيك هاي رسمة مش صورة هون. اوف 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 ايش في ايش في هون الابرة ايش سفينة مقص مع الابرة شو هاي مبين هيك تحالف او حرب البكرات قيدوا المقص وبدهم يعدموه مثلا بس الصورة مايلة انتبهوا من هون لهون هاي الخط الافقي الصورة مايلة. وغير هيك بدنا نعمل زوم اكثر وين عنصر التركيز انا تايه شوي اتوقع هذا هو العنصر الرئيسي لانه اكبر واحد فبدنا نخليه هو المعبي الفريم والأشياء حواليه. حاسهم يا أما بربطوه بدهم يعدموه كذا
مع البكرات اللي فوق، ومبين إشي فضائي مع الإضاءة والألوان. جميل 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 جدا، غريبة. لا الاسم تاعكم سالي وسندس، الاسم خليه مثلا من اللون الأخضر أو من اللون الأخضر الغامق اللي هون، خليه يبين من الرسمة. طيب هون أعطي كمان قس إنه هذا تصوير مي، ستايلها مينيمال زي هيك. بس لا ما اتوقع انها بتستخدم تصاميم زي هيك، هي بتحب التصوير، مش عارف، ما وصلتني فكرتها 100% الصوره يعني، بس البكره، لكن مش شايف وين الابره ولا شايف استخدام لها. او خلصنا 35 صوره، العدد عم بقل، في ناس عم تنسحب مش قادرين يكملوا. يعطيكم العافيه صراحه، جهدكم خرافي وشغلكم وتعبكم يقدر حبايبي، يعطيكم العافيه. حبايبي برجع بأكد الموضوع لسه جديد، يلي لسه حاس حالي تاي عادي. حبيبي انت مطلوب منك خلال يوم تكتب لي فقرة باللغة الجورجية اللي عمرك ما درستها، اول مرة بتدرسها. مبارح هيك لقط احرفها، عادي جدا حبيبي. لكن هي الفكرة انه والله في اشي اسمه فيوتشرزم، تمام. انا هذا اللي بيهمني من هاي المرحلة، مشان هيك ما طولتها. يعني التحدي القادم راح يكون اخر اشي بمرحلة الفيوتشرزم، بعديها راح ترتاحوا شوي هيك في مرحلة خفيفة الدم راح تكون، تمام. طيب بكل أحوال حبايبي، بالنسبة للتحدي الـ 12 مطلوب منك تصور ريموت تلفزيون بستايل الفيوتشرزم، أوكي؟ هذا هو الإشي الرئيسي، بدي تصور الريموت بستايل الفيوتشرزم، بدي تبين الصورة جاي من المستقبل. هاي من ناحية الجهد المبذول، بدي تتعب على الصورة وإلى آخره، ومن ناحية الجمالية المطلوبة أنه تبين أنها جاي من المستقبل. هلا من ناحية الفكرة الإبداعية، خلينا نكمل بموضوع سكامبر. وصلنا آخر شيء لحرف الـ E والـ R، بدي أحكيهم مع بعض. الـ E ترمز لـ Eliminate. إيش يعني؟ Eliminate أنك تمحي أشياء من العنصر الرئيسي. فمثلا لو عندي هاي الكاميرا لغيت منها الشاشة، إيش ممكن يتغير؟ ايش ممكن تفيدنا او يطلع منها اشي غريب؟ مثلا ايش في عندي اشي مختلف؟ انا المشكلة فيش غير عندي كاميرات على الطاولة. هذا الماوس لو لغينا منه العجل او لغينا منه الكفر مثلا، هاي إليمينيت. ممكن اخلي اصمم ماوس بهذا الشكل يطلع شكله بدون كفر، بيطلع حلو، مفيد مش مفيد مثلا. فهاي هي الفكرة. الريموت لو شلناه من الكفر تاعه، من الكبسات، شلنا الكبسات، ايش ممكن يطلع منه؟ ايش ممكن نستخدمه؟ تمام. فهي حرف الـ E Eliminate. بالنسبة للـ R، آخر حرف المقصود فيها Reverse أو Rearrange. Reverse إنك تعكس الإشي تصنيعه، يعني مثلا لو كانت العدسة أو الكاميرا بالعكس، إنه أنا بمسك العدسة وبصور بالكاميرا، إيش ممكن يصير؟ هي Reverse، العكس. أو Rearrange إنك تعيد ترتيب عناصر الإشي، إنه لو خليت العدسة من فوق شو ممكن يتغير؟ زي ما حكيت لكم، التفكير سكامبر هو إشي للشركات الإبداعية، تفكير إبداعي بشكل عام. فأنا الشركة لو إجت علينا مثلا على قسم تصميم المنتجات وحكيت لنا والله بدنا هاي الكاميرا لكن بشكل غريب وجديد، فبستخدموا سكامبر، بفكروا سبستيتيوت لو بدلنا العدسة بإشي ثاني مثلا، هاي فكرة. أو لو عملنا ماجنيفاي أو موديفاي، أو لو عملنا إليمينيت لو قصينا هذا الجزء شو ممكن يصير، لو عملنا ري ارينج لو خلينا العدسة من فوق بيختلف مثلا، نجرب نصور والكاميرا تكون لتحت. هذا هو التفكير الإبداعي، تمام. فحاولوا تستخدموا إشي من سكامبر أو حاولوا تعملوا فكرة، تمام. للتأكيد حبايبي، التقييم راح يكون على ثلاث شغلات. الأولى الجهد المبذول، قدي أنت تعبان على الصورة، هاي نقطة جدا مهمة حبايبي. الشغلة الثانية جمالية الصورة ككل، قدي هي حلوة. والشغلة الثالثة الإبداع بالصورة، الفكرة الغريبة الخلابة الخلاقة الجديدة اللي ما حدا عملها، يعني مش مكررة عند باقي المتسابقين، تمام حبايبي. بتمنى ما أكون طولت عليكم، بحاول أمنتج الفيديو على السريع، وأول ما يجهز بنزل لكم إياه. وإن شاء الله بشوفكم بفيديو بكرة، راح أتأخر فيه شوي، راح يكون في عنا إفطار جماعي مع تيم فيدوتشيني، ففيديو بكرة راح يتأخر حبايبي لحد ما نزله، يمكن ينزل على الساعة 3-4 ما بعرف. قبل ما نختم حبايبي، اتذكروا دائما انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة. بشوفكم فيديو بكرة، مع السلامة.